وش ورصد جانبا من معاناة المواطنين جراء استمرار الهزات الأرضية منذ أواخر شهر يناير الماضي. روبورتاج عبد الحميد المرابط وعبد العلي عميرش. ما أن تهدأ الأرض بالريف حتى تهتز من جديد، واقع يعيشه يوميا سكان الحسيمة والدريوش والنظور. هنا بجماعة تمسمان القروية بنواحي إقليم الدريوش شعر المواطنون بقوة الهزة الأرضية التي ضربت المنطقة أمس حوالي الساعة 4:27 بقوة 5.1 على سلم ريشتر. هزة أثارت فزع السكان وأجبرت بعضهم على المبيت في خيام أقاموها غير بعيد عن منازلهم. نعيش هنا في ظل خوف كبير بسبب توالي الهزة الأرضية منذ شهر يناير الماضي. أما الهزة الأرضية التي وقعت أمس فقد كانت قوية جدا، جعلتنا كما ترون نبيت في الخيام إذ لا نستطيع النوم في بيوتنا. لقد سقطت بعض قطع الزليج بالواجهة الخارجية لهذا المنزل بسبب قوة الهزة الأرضية. ينتابنا خوف كبير في ظل هشاشة البنيات الصحية بالإقليم وعدم توزيع الخيام على الأسر. إنها معاناة كبيرة. توالي الهزات الأرضية بمنطقة الريف منذ 25 يناير الماضي أضحى يقض مرجع السكان الذين بادروا أمس إلى تنظيم وقفة احتجاجية بقلب تمسمان لمطالبة المسؤولين للالتفات إلى أوضاعهم الصعبة. أطفالنا أصيبوا بفزع شديد ونساؤنا بالبيوت يعانين في صمت، والشيوخ المصابون بأمراض مزمنة معرضون للإصابة بسكتة قلبية في أي لحظة بسبب الهلع. لقد نظمنا وقفة احتجاجية أمس لمطالبة المسؤولين بالالتفات إلى الأوضاع الصعبة التي نعيشها لكن دون جدوى. نطالب المسؤولين بتوفير الخيام للأسر، فهذا وضع لا يحتمل. إننا نخاف أن تنهار علينا أسقف منازلنا جراء توالي الهزات الأرضية. نحتاج إلى رعاية مستعجلة. وعكس الإشاعات التي انتشرت كالنار في الهشيم بخصوص توقيف الدراسة بالمؤسسات التعليمية، فقد وصل التلاميذ دراستهم بشكل عاد كما هو الحال هنا بإعدادية ولا دمغار، رغم تسجيل 20 حالة إغماء وسط التلميذات ببعض مدارس الدريوش أمس الأربعاء. في الغالب ديال المجموعة ديال ديك الحالات كان هي نتيجة ديال الخوف والعلاء أكثر من الهزة يعني اللي مست الإقليم. يعني الوضعية يعني المادية يعني بناء على التقارير المتوصل بها يعني من المؤسسات يعني اللي كتوفر عليها المديرية الإقليمية، يعني مسألة لا تدعو للقلق ولا تدعو يعني لأي توقيف يعني جزئي أو كلي للدراسة كما تم الترويج له مؤخرا في بعض المواقع الإلكترونية المحلية. هذا وقد حددت بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت منطقة الريف أمس الأربعاء بعرض سواحل الحسيمة والنظر.